هتقطع كمان تذكره تانيه عشان مين؟ عشانك انت. يلا. ومين قالك ان انا هخش السينما؟ انا قلت لك تقطع اتنين يعني تقطع اتنين. انت جاي على معطر الشباك. خلصت بقى. وايه يعني يا خي؟ هو القطر هيفوتك يا ست؟ اعملي معروف اعتقيني، انا ورايا 60 مأمورية. يا دمك يا بارد، شايف بعينك الاتنين الشبان دول عمالين يعكسوني وعايز تفوتني كمان لوحدي؟ يلا يا اخي اخلص اوام. لا حول الله يا رب. اتنين يا اخينا. اخلي منهم كمان، فتر منهم كمان. اي فتح حرست رجلي. ايه هو؟ ايه البلاوي؟ ايه انت جدع بتهلل ايه؟ دوست لك على ايه انت راخي؟ عايزك تقعد. انا احنا نوقف على عتبة باب بيتكم. انا مش شايف الناس اللي بتصدي الشكل لله. هو انا بزعق؟ لا مفيش حاجة. هي المقلة اللي في جيبك دي ما لقيتلهاش صفيحة زبالة غير قفاية؟ وايه يعني؟ طلعت عليك الجاز؟ عصت بدلة سعادتك دمعة؟ اشرتين لب وخلاص كفرنا؟ كفرت وحل حرقك كمان، محل زي ده تعزعز فيه لب؟ وما تعزعز فيه ايه؟ تعزعز فيه زفت. بس يا جدع دوار عاوز خان يطلع بره. يا اخي يعني كويس البهدلة دي؟ عاوز انا اعمل لك ايه؟ يعني اديله قفاية حفش فيه زي ما هو عاوز؟ بس اسكت خلي النهارده تفوت على خير. خلاص كت. ده بيبص يا حبيبي. سعيد سعيد Sopram pisi a pisola, le sue noci gettala, chi le mangerà? Dorme lo scoiattolo nell'oscurità, dorme lo scoiattolo, forse sognerà. يا مدام تقلعي. اقلع؟ تقلع؟ تقلع ازاي يا قليل الادب؟ ايوه بس هي وصلت بيك البجاحه انك تبصبص لمراتي وانا جنبها؟ فاكرني ايه؟ طرطور؟ انت يا فندم اكتر من ذلك، اصل البرنيطه عاليه شويه. عاليه ولا واطيه؟ شأنك بيها ايه؟ الله يا فندم عاوز اتفرج. ان شاء الله ما اتفرجت. ما اتفرجتش ولا اتفرجت؟ بقول لك البرنيطه عاليه عينيا تسخلني. لو مؤاخذه يا هانم هقف علينا يا فندم، معلش اتفرج. دخول بايه؟